اظهار علامات الفقرات. شنو يعني اظهار علامات الفقرات؟ يعني انا راح اضيف مثلا راند ار اي ان دي، اضيف هذا النص الافتراضي، وعندي هنا مثلا اضغط انتر. طبعا الانتر راح تنزل لي سطر، اجي هنا هم اضغط انتر. هسه انا ما اعرف انه هاي هنا ضاغط انتر لو ما ضاغط انتر، هل انه هذا الفراغ هو فراغ كبير يعني تباعد اسطر كبيره، ام انه انتر؟ زين ايش اسوي بهيك حاله؟ اضغط على هذا الخيار، عفوا هذا الخيار، راح ينبهني انه هنا انا ضاغط انتر، وهنا انا ضاغط انتر، وهنا ضاغط انتر، وهنا ضاغط انتر. مثل ما تلاحظون انه هذا النص سليم وهذا النص خاطئ. ما يصير اني اضغط انتر بين فقره وفقره اذا كان الفقرات مترابطه او مترابطه بالمعنى. فيفضل انه اضغط على هذا الخيار حتى اعرف انه وين الفقرات اللي انا دايس بها انتر، واضغط على باقي سبيس حتى اصعد الى الاعلى. طبعا قلنا ان شاء الله راح نشرح الفرق بين باقي سبيس. طبعا هنا ايضا ضاغطين انتر، يفضل ان اضغط باقي سبيس حتى نصعد الى الاعلى. يعني هذا الخيار بس مجرد تنويه ينبهني انه انا دايس انتر لو ما دايس انتر، او بعض الامور الخاصه بالفقرات.